أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من له الحق يا صاحب الفضيلة في تفسيق الناس وتكفيرهم؟ هذا عند أهل العلم وأهل البصيرة الذين يعرفون من ينطبق عليه الكفر ومن ينطبق عليه الفسق ومن تنطبق عليه البدعة، هذا من اختصاص أهل العلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.